عاده لو انا دلوقتي خليني اتكلم عن نفسي، لو انا سنه اولى ماما وبسمع كلام من والدتي، على فكره كله بدافع الحب، يعني انا هنا مش بقول ان الاهل وحشين، خفوا على البنت بس شويه، بس بيتدخلوا قوي يا ندى، بيتدخلوا بشكل كبير قوي، بيلخبط هو البنت. كله بدافع الحب، بس قولي لي لو انا سنه اولى ماما، لو في واحده ست حامل بنوته جميله ربنا يا رب يكرمها ويصرف لها امين يا ساعه رب. سهله كده امين. لو في بنوته بتتفرج عليها دلوقتي وهي حامل، بتسمع كلام من امها وبتسمع كلام من جوزها وبتسمع كلام مش عارف وكله كوم بقى، والهدايا بتاعت الولاده يقول لك هاتوا لنا حفاضات احنا مش عايزين هدايا، بيعملوا شروط قصريه وصعبه قوي عشان تولدي، فالبنت بتخاف وتحس ان هي داخله على مرحله صعبه قوي. هقول لك على حاجه يا ندى، بدايه كل ده بدايه الحياه الزوجيه بتبتدي اساسا من هي بنوته وهي طفله وهي مراهقه، وانت عارفه ان تخصصي ستات وبنات، فبيحصل لها وقت انثوي خايفه من انوثتها عشان احنا بنربيها بنوته على الاخلاق والقيم. تدخل سن المراهقه تبتدي تهتم بجمالها فيبتدوا يحجموها وهي صغيره، ممكن نقول لها ارقصي والعبي واعملي اللي انت عايزاه. توصل لسن المراهقه نبتدي نخاف على مظاهر الانوثه اللي ظهرت عليها ونخاف ان هي تظهر الانوثه فتقلق شويه. بيحصل لها وقت انثوي انا سميته كده لو تفتكري اتكلمنا عنه قبل كده، بيبقى ايه، بتخاف وتغضب وتخجل من انوثتها. ده بتاخده معاها بعد كده لما تيجي تتجوز، بتظهر مشاعر الانوثه عندها في اول خطوبه ليها في حياتها او تاني او تالت ايا تكون، بشوف تجارب كتير، فتبتدي تطلع كل التجارب السلبية اللي هي شافتها في حياتها في خوف مع زوجها، والتجارب الإيجابية شافت بقى المسلسلات التركي، شافت الرومانسية والعاطفة الفظيعة، متخيلة الولادة هتقعد، عارفين انتوا في بعض مش الولادة بس، حالات الولادة، الولادة تقول لك ايه هولت في غلط. هم لا 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 احنا غلط. احنا عادة يقول لك ايه انا بقى عايز اجرب الولادة في الطشت اللي هو ويقعد لا 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 مفيش الولادة كده، في الولادة ويحضنها ومعاها، في الولادة تخش جوه تلاقي اوضة العمليات لا 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 اكشن، في حاجه احدث دلوقتي تشط ايه بقى يا نضى، ده في الافلام القديمه، لا مش في الولاده تحت البانيو، البانيو ما هي دي اللي بتكلم عليها، الصراحه الواسع ده شفنا فيديوهات على السوشيال ميديا لفكره الولادات، انه الست تبقى قاعده مثلا في حاجه زي حمام سباحه صغنن كده وجوزها قاعد معاها وعمال يبوسها ويهون عليها ومش عارف ايه، ما بيحضرش اصلا بيحضرش في رجاله ما بتحضرش الولاده اصلا، ما ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه، على اعتبار انه مش قادر يشوفها بتتألم يا حرام. لا لا.